تقديم صورة في استخدام بيانات الجوال. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل الصور في بيانات الجوال على حسابك الخاص سيجنال. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. سوف نكتشف هذه الطريقة مع نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على 3 نقاط، بعدها نأتي إلى الإعدادات نقوم بالضغط عليها، ثم نأتي إلى نافذات الإعدادات، هنا نأتي إلى البيانات والتخزين، ثم بعدها نأتي إلى هنا عند استخدام بيانات الجوال نقوم بالضغط عليه، ثم بعدها نقوم بالضغط عليها أيضا، ثم تأتي إلى هنا تقوم بتفعيل الصور هنا على استخدام بيانات الجوال وتضغط على موافق. وهنا قمت بتفعيل صور على بيانات الجوال على حسابك سيجنال. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.